اللي عنوانه أي مستقبل لأحزاب اليسار. طبعا هو موضوع يعني سياسي هام وراهني، الهدف منه هو طرح واحد نقاش فكري، نقاش سياسي، نقاش علمي حول يعني هذا الموضوع هذا الشائك. وطبعا هذا الموضوع هذا وان كان يرتبط طبعا بالمغرب فانه له طبعا يعني تداعيات او له يعني موضوع له طابع دولي ايضا. وبالتالي الهدف من هذا اللقاء هذا هو اولا انفتاح على الفاعلين وخاصه قاده اليسار السعي لخلق نقاش يعني علمي وفكري، وفي نفس الوقت يعني خلق واحد التفاعل بين الاحزاب السياسيه وطلبه الجامعه والاساتذه وغيرهم. هذا اللقاء اللي كتنظمه مؤسسه لينك للابحاث العلميه، اولا جيت انا لهذه الكليه ل 30 عام وانا كنشتغل فيها، وهذا المحقر بالذات هذا من انجاز المحسن الحاج الغريب الرضا رحمه الله، وطبيعي انه كاين فيه نقاشات جميع المستويات. والان موضوع ديال اليوم واين اليسار الى اين، هذا موضوع الساعه غادي نتناقشوا بحضور اساتذه اجلاء، والهدف هو نبلور واحد الفكره اللي تهدف في الاخير الى تجميع قوه ديمقراطيه اشتراكيه اليساريه. هذا الموضوع اللي مطروح اليوم مستقبل اليسار، هذا موضوع بالغ الاهميه. بالفعل اليسار المغربي تاثر بالصيروره التي عرفها اليسار العالمي، يعني إذا كنا بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك نوع من التوازن ما بين المعسكر الشرقي والغربي، أعطانا واحد القيمة للمشروع اليساري، ولكن منذ يعني نهاية الثمانينات غادي نشوفوا انهيار ديال المشروع الاشتراكي، علاش؟ وانتصار ديال المحافظون الجدد، وغادي تاخذ يعني النيوليبرالية واحد المنحة كبير اللي غادي يعطينا يعني فوارق اجتماعية ومجالية ومناطقية، وغادي يعطينا كذلك كوارث بيئية، وغيعطينا اختلالات كثيرة. اليوم في القرن 21 كاين هناك يعني توجه نحو إعادة بناء اليسار العالمي، كاين هناك حاجة، لأنه المشروع الاقتصادي ربما ما بقيناش اليوم كنتكلموا على ديكتاتوريات البروليتاريا، ولكن كنتكلموا على المركزية ديال التوزيع العادل ديال الثروات. ولهذا احنا اليوم محتاجين باش هذا اليسار يتمكن فكريا ونظريا باش يخرج من التصحر النظري والتيه الاستراتيجي ويقدم لنا مشروع بديل.